يوسف سهام محافظة مؤسسة الناس الخير ولاية قسنطينة. اليوم كان حفل بهيج بمناسبة ختان، قمنا بختان 40 طفل منهم يتامى معوزين. كانت الفرحة كبيرة كبيرة بزاف، وطبعا نشكو كنا قمنا بالتنسيق محافظة مؤسسة الناس الخير ولاية قسنطينة بالتنسيق مع سنية الباي بن عاشور اللي نشكوه بزاف بزاف، اللي فتح لنا كما نقولها استقبلنا ودرنا في لاصال تاع ملك حداد. ونشكرو ثاني دار الثقافة ملك حداد والسيدة أميرة، والحمد لله تمت العملية بنجاح والحمد لله يا ربي. الفرحة كبيرة، فرحة كبيرة بكو تشوفوا في الحنة. الحنة ربي حنة علينا إن شاء الله بكل، الحمد لله يا ربي. مساء الخير، صحة رمضانكم وإن شاء الله تكونوا بكل بخير. نشكر قناة وي بي سي اللي راهي حاضرة معنا اليوم في هذا الختان للأطفال اللي كانوا حاضرين معنا. نستكثروا كل من ساهم من قريب ولا من بعيد، ونشكروا السيدة أميرة دليو اللي فتحت لنا الفضاء اللي هو دار الثقافة، وقدرنا نحققوا الأمنية هذه الأمهات. وما كانش أم تتمناش الولدة تشوفوا يعني باللباس التقليدي تاع الطهارة، وان شاء الله نحقوا بالعرسهم ونكونوا حاضرين معهم اذا حيانا ربي. سنية الباي كانت حاضره بك بلا تراديسيونيل كونستانتينوا في كل المائدات اللي حضروا تاع العائلات، وهذا بغير مزيه، ونحمدوا ربي وربي يعطينا القوه اللي باه نقدروا نزيدوا نفرحوا عائلات اخرين في دوطخ اوكازيون اي دوطخ سيركونستانس. بهذه المناسبه الطيبه نقول لكم عيدكم مبارك، ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله.